بقول لك والنبي يا نجم الله يستورك، ثانيه واحده بس. بقول لك يا غالي، بالله عليك بس الله يستورك، طالب منك طلب اخوي. ايه هو؟ جيت موبايل محتاجها قوي 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 قوي. معلش بس يا صاحبي الله يستورك، معايا ناس في المستشفى تعبانه وحوار. تظبطك ايه؟ هات المكتب الرقم انا حافظه، انا افتحه حبيبي يا صاحبي، روح ربنا يستورك حبيبي يا غالي. جميل قوي ده، ربنا يسترك، ربنا يسترك يا رب ويعيدك ببطيخه من غير بيز. ماشي يا صاحبي، حبيبي حبيبي يا غالي. هي العده دي حلوه؟ شغاله. العده دي نوعها ايه؟ انفينكس. ليه؟ ايه؟ انفينكس. بس شكلها حاجه مظبوطه. انت هتشتريها يا عم فاهم، بس شكلها حاجه مظبوطه يعني. طب حاجه بتاعت بلادها. عامل لها ايه؟ لا ولا خرابي، حرامي يا نهار اسود. طب واحد الله واحد الله. طب هاته. طيب حرامي مش هجيبه، اروح يا عم حرامي اهو، روح هاته. والنبي الله يسترك. طب واحد الله فهمك حاجه يا عم، الله يسترك يا عم، واحد الله يا عم فهمك حاجه. طب واحد الله يا غالي، الله يستر افهمك حرامي. طب روح هاته. طيب يا عم يا نهار اسود يا عم، افهمك حاجه افهمك حاجه يا صاحبي. طب واحد الله، الله يستر. لا اله الا الله. يا نهار. طب هروح اجيبه. طيب ده معايا مش معايا، ما اعرفوش. طب واحد الله يا غالي يا صاحبي، والنبي الله يستر. طب افهمك حاجه، واحد الله. طب واحد ايه؟ معايا معيش حاجه، معيش حاجه بس بالله معايا. هو شد التليفون. انا مالك يا ابني؟ انا ماليش فيه يا صاحبي. واحد طب سيب كده بقى، اتقل شويه. لا مش هتقل يا عم. يا عم الله يستر يا صاحبي، والنبي الله يستر. بقول لك طب واحد الله يا عم حرامي. طب هو فين؟ طيب لا لا. طب واحد الله. طب هقول لك حاجه يا عم. طب افهمك حاجه والله. انت عايز التليفون صح؟ افهمك حاجه بقى، بس انا هجيب لك الخلاصه يا عم. واحد الله افهمك. انا عايز التليفون. انا جوز خالتي يا عم. عايز التليفون. انا جوز خالتي راجل، انا جوز خالتي راجل طيب قوي، بيبيع بط وزغاليل يا عم. يا مال انا عايز يا صاحبي افهمك حاجه. فهمني. بقول لك جوز خالتي واحد مش بايع على الدنيا. انا اكبر تاجر كتاكيت فيك يا بلا. ايه حتى في؟ طب واحد افهمك يا نهار اسود. افهمك حاجه، بص احنا بنهزر معاك. واحد الله بنهزر معاك والله. عايز تليفون؟ والله بنهزر يا عم، بنهزر. التليفون هيجي اهو. طب بص احنا بنصور كاميرا خفيه. طب هاتوا يا عم. انا هو هيجي يا عم. مايكات اهي، في مايكات اهي. افهمك حاجه. طب واحد الله هات التليفون. يا عم تعالى يا عم، انا اتبهدلت الله يسترك. انت بهدلته مؤمن على وشك. اهو اديله التليفون. تليفونك ده يا عم بنهزر معاك. بنهزر معاك يا صاحبي يا عم، بنهزر معاك. كم اقول لك على حاجه؟ اقول لك على حاجه، اسمعني بس كده. اسمعني، انا اقول لك كلمه واحده. عمو تاجر كتاكيت ومش باقي على الدنيا يا عم. بنهزر. انا قلت له والله انت كنت هنزل. بنهزر. كاميرا خفيه يا صاحبي. صاحبي كاميرا خفيه. تعالى كده بس، بص كده. تعالى بس دي كاميرا خفيه اصلا يا صاحبي. تمام، انا مش عايزك تزعل. امال ايه يا عم؟ طيب يا عم والله العظيم يا عم والله ما تزعل، حقك عليا. اهم حاجه انت موافق اللي حصل ده يتزعل ولا فيها مشكله؟ زياده زعلش يا ابو الصحاب.